هاي تي بس براف ابا هي هي اوكي براف صحيح هي هذه هي هذه براف. الحمد لله المعسكر خلص على خير ودي كانت اخر تدريبه في دوله مصر ان شاء الله. باذن الله بالليل هنطلع على كينيا ان شاء الله على الساعه 12 بالليل عشان نبقى في المطار. خلصنا كل الترتيبات بتاعتنا بس في حاجات لازم الجمهور يعرفها. احنا ان شاء الله باذن الله هنلعب فرقه بتاعت بطل كينيا. في نقطه مهمه جدا لازم اتكلم فيها. الدوري الليبي بيتاخر كتير قوي. يعني احنا النهارده رايحين نلعب فرقه احنا كفرقه لسه ما عملناش بدني لسه يا دوبك 10 ايام. احنا بقالنا بالظبط 10 ايام ورايحين نلعب بطل كينيا. بصوا الفرق النهارده كينيا بطل كينيا عامل لعب كذا ماتش في الدوري جاهز لعب ماتش في السوبر لعب ماتش يعني عندهم وقت كان بقالهم شهر شغالين عكسك انت بقالك 9 ايام شغال فدي الفرق. المشكله كمان ان لما السداسي اتاخر اللعيبه الجديده كلها اللي جايه كلها مش جاهزه يعني بقالهم شهرين ونص. فالحمد لله احنا عاملين نشتغل معاهم عشان نلحق. فيا ريت المسؤولين في اتحاد الكره يا ريت نظبط الدوري زي دوريات افريقيا يبقى بدري ده يساعد الفرق الليبيه تبدا تخش تبقى في الوقت معين تبقى جاهزه ان شاء الله باذن الله. دي نقطه مهمه جدا. انما الحمد لله احنا كل يوم عندنا فترتين شغل صبح وبعد الظهر كل يوم شغالين. الحمد لله عملنا ماتش ودي طبعا ما كانش في وقت نعمل الماتش الثاني خوفا من الاصابات. عندنا لعبنا ماتش ودي حامد التربة اتعور فيه واحنا العدد قليل جدا في لعيبه مهمه جدا عناصر مهمه جدا في الفرقه ما جاتش في اخر لحظه وهم متأيدين في افريقيا وحتى اللعيبه الجديده اللي جت ما لحقوش يتأيدوا افريقيا فهم بيتمرنوا هناك عاملين لهم برنامج هناك مع الكابتن محمود فدي مشكله برضو. انما الحمد لله احنا في اتم استعداد مركزين جدا ربنا يكرمنا نعمل نتيجه ايجابيه هناك في كينيا ان شاء الله تفرق معانا ان شاء الله ببنينا باذن الله في العوده وكلنا وكل ثقه في اللعيبه وكل ثقه في ربنا ان شاء الله. معسكر جميل المعسكر ناجح الحمد لله مبقاش فيه لعيب جديد وقديم كلنا دخلنا جوه بعض اللعيبه كلها ملتزمه صدقوني طول العشر ايام اللي احنا معسكرين فيهم مفيش لعيب اتاخر في التزام مفيش اي مشكله فان شاء الله باذن الله يكون التوفيق معانا باذن الله ونرجع فرحانين